تحية وسلاما، تحية حب وتجديد عهد وشوق كريم موصول إليكم واحتراما السادة الأفاتارات في كل زمان ومكان. أسعد الله أوقاتكم بالخير والمحبة والجمال في كل مكان، وداخل وخارج السودان، الوطن الجميل، الوطن الذي نتمنى ألا يضام، الوطن الذي نتمنى أن نرى رايته خافقة رفرافة في كل مكان، الوطن الذي نتمنى أن نبنيه بسواعدنا وبنضالنا، الوطن الذي نتمنى أن نرى فيه الهامش والمركز سواء، الوطن الذي نتمنى أن نرى فيه الغني والضعيف سواء والفقير. كويس، أهلا بكم، مرحبا ود علي، ومرحبا ياسر، ومرحب كل الشباب التحت، ومرحب منى موسى وكل السادة الأفاتارات. أنا شاكر لكم جدا، يمكن فتحكم لللايف ونحن في أولى الدقائق أو أولى الثواني. مرحب يحيى زكريا، ومرحب نور الدين، ومرحب حواء محمد. شوف يا جماعة، أنا ما دار أطول عليكم كثير، كويس، باختصار دارين أناقش حاجة سريعة. الشباب المستقل إلى أين؟ ده سؤال مشروع، ده سؤال مضمون، ده سؤال المفترض الناس دي كلها تسأله، المفترض الناس دي كلها المستقلة، كويس، الغير منظمة سياسيا، خلاص الغير منظمة سياسيا. قبل الكلام ده، الناس اللي بيجوا بيفتحوا اللايف ده، وفي جزء بشوف الكلام ده صح وفي جزء بشوفه غلط، خلاص ما يغروك كثرة الناس اللي بيقول ليه بمشوا هاجمه، او اللي بيهاجمه ساي بدون راس. ما يعني في نوع بيهاجمك بمنطق، في نوع بينتقدك بوعي، ده بتحترمه جدا، كويس. انا قبل اليوم قلت الكلام ده، قلت انه اللي بيشوفنا ماشيين في الشارع ما بقول ده الزول اللي بيردموا فيه في الفيس. كويس، يعني الفيس ده عالم براول بتة، ما عنده علاقة بالواقع، خلاص بالواقع، كويس. فما يغروك كثرة المهاجمين وكده واهل الارجاف، دي ما تضرك، ما تغرك، خلاص. ليه؟ لسبب واحد، بانه يا جماعة الحملات دي مهما كانت كترة تحركوها عليك من جروب واتساب، جروب واتس، اي صفحة فتحتها داريك في لو عليك، اي منفذ انت بتتكلم منه دارين يوقفوه، ده دليل بتاع ضعف في الجهة دي، ده ما دليل بتاع ضعف في كده، خلاص ده دليل على انه الجهات دي بقت تحاربك بالشكل ده، هي جهات منظمة، خلاص بيقوموا بينقادوا ليها بعض المستقلين بدون وعي. يعني انا اديك مثال، صفحة تجمع المهنيين، شوف نسبة التفاعل والمشاهدات واللايكات والتعليقات قلت ليه؟ كويس، قلت ليه؟ كثير من الناس زهجوا من صفحة التجمع جدا، بل زهجوا من التجمع ذاته نفسه، من الحرية والتغيير، خلاص. اقرب مثل، اللايكات اللي بتشوفها كان زمان وهسي وشنو، يعني بتشوف صفحات زمان التجمع ده صفحاته كبيرة او لايكاته كثيرة كده وتعليقات ومشاركات، دي الناس منظمين ذاتهم سياسيا، بيجيبوه عشان يقوموا شنو يشاركوا، يدوك مفهوم انه الصفحة فيها تفاعل عالي، وده فيه نوع من العقل الجمعي، خلاص ده من استخدام العقل الجمعي، انه كيف يلخموا الناس ويخموهم كلهم كده مع بعضهم. زي مثلا هسه الصفحة بتاعت الدعم السريع في الفيسبوك، لما تفتح الصفحة بتاعت الدعم السريع او اي صفحة عسكرية او الغوات المسلحة او شنو او شنو، لما تفتح الصفحات دي بيكونوا فيها ضباط اصلا وعساكر اصلا مفرغين قاعدين شنو لللايكات للتعليقات للكلام اللي نايده. بنفس الصورة المؤسسات المدنية ايضا، يعني معتز موسى ده لما يعملوا له كان صفحة بيخلوا شنو الناس المؤيدين فقط له هم اللي يعلقوا، الموظفين الحكوميين وكلام كتير جدا، كويس. بنفس الشاكلة وتلك الوضعية الصفحات بتاعت ناس التعايش وبتاعت ناس عايش، كل الصفحات دي اللي بيشوفها الان دي كلها جايبين لها ناس تخصص انه يعلقوا، ايوه صح كلامكم ممتاز، ايوه قدام، ايوه ده كله عقل جمعي، عقل جمعي بيسحبك بيه، وانت اللي تفتح اللايف كده يا اخي او الصفحه يا زول بالله كده، خلاص. فشنو تحرك من جروبات واتساب ومن جروبات بتاعت فيسبوك وكلام كتير. طيب انا الرساله اللي داير اقولها، كويس، الناس اللي بتيجي تهاين في كتير منها محزبين سياسيا، الواحد بيقول عنده 5 حسابات 10 حسابات، كويس، وفي جوزه ما عنده حسابات، عنده حساب واحد يمكن، وده وجهة نظره بقوله وده تحترمه. يعني في النهاية الحاجة الدايرة أوصلها، الشباب المستقل إلى أين؟ يا أخوانا الأيام دي ماشية والزمن ضايع، والعمر المضى منه الليلة تاني بكرة ما بيجي، خلاص، وما مضمون الناس دي تعيش لغاية بكرة كلها، تعيش لبكرة منو ما يعيش كده، خلاص. نحن عملنا شنو كشباب مستقلين؟ عملنا شنو كشباب مستقلين الآن؟ وضعنا وينه؟ سوينا شنو؟ قدمنا شنو؟ الثورة قادوها الشباب المستقلين، يتقدموا فيها الشباب المستقلين، جات الأحزاب سلطت الكوادر بتاعتها في الجروبات تهاجم أي زول مستقل، وتهاجم أي زول عنده رأي في التجمع، وتهاجم أي زول عنده رأي في الحرية والتغيير، وتحصر أسئلة الناس،
وتحصر حتى التفكير. يا اخي انت منو عشان تحدد لي الخيارات بتاعتي؟ ليه نحن ثورة شبابية؟ نحن ثورة مستقلة في الشارع. الثورة المستقلة في الشارع دي القيادة بتاعتها خلاص شبابية، غير منظمة سياسيا. بعد شوية جت تجمع التحق، التحاق الحرية والتغيير، التحاق بعد ذلك كويس، جو سيطر للمشهد. ما في مشكلة، أي دي سياسة أو أي عملية بتاع التغيير بتتم أو ثورة أو كده بيكون فيها عملية سياسية أو تنظيمات سياسية بتغودة مع تحالفات شبابية خلاص، أو مع أجسام شبابية بالإضافة لمنظمات مجتمع مدني. دي ولا فيها نقاش البتة خلاص، دي ما فيها نقاش خالص. لكن لما يكون استئثار الأفراد، أنا بتكلم عن المستقلين، ما بتكلم عن نفسي، أنا زول مستقل، لكن أنا بتكلم داير حاجة. لو داير حاجة كنت قبلتها في عهد البشير كويس، في عهد البشير كويس. الآن أنا سؤالي خلاص، المستقلين إلى أين المسير؟ الأحزاب ما بتوفر لكم حاجة، الأحزاب ما بتوفر للمواطن حاجة. لو كان تجمع المهنيين والحرية والتغيير ديل من بداية المطاف بادروا بمحاكمة رموز النظام السابق، النظام السابق زي ما واحد من الشباب بيتكلم معي، حتى لما يجيبوا بيجيبوا لك محاكمة أحمد الخير وبالراحة كده ذاتها، كأنه شيء ما مهم شديد كده. وهناي النظام الفات ده ما فيه محاكمات، الأجهزة الأمنية يا هدي قاعدة، الأجهزة الأمنية يا هدي قاعدة كمان بكل فلاحة بتناوش في لجان المقاومة كمان بكل هناي كمان أريحية، شدة ما متحكرين ومتوهيطين. لمن كمان الواحد كمان لما بينادوا الوفود قال يقابلوا يسووا كده. وطبعا اللقاءات بتاعت لجان المقاومة مع المجلس خلاص أو مع الدعم السريع تحديدا وجهاز الأمن، هي دي أكبر طعم استطاعت فيه الأجهزة الأمنية أو جهاز الأمن إنه اللي هو أبو بكر دنبلاب تحديدا يجر فيه حميدتي لنقطة ذاته ما متوقعة. انا ما قلت لكم زمان، قلت لكم انه يا اخي حميدتي بيمشي بتقارير الجهاز بدرجه ما تتخيلوها خلاص. الان حميدتي استدرجوه لدرجه انه ينادي ناس لجان المقاومه، وتفاجأ بانه فجاه في ردود فعل قويه من لجان المقاومه، من ناس مستقلين ما منظمين عشان ما يحاولوا يسرقوها خلاص، من ناس مستقلين داخل لجان المقاومه رفضوا الكلام بتاعه وقال لهم احنا ما جينا عشان تقول لنا كده ولا تدينا كده ولا تسوي كده. طيب الردود دي هو تلقاها دكسه استدراج من جهاز الامن خلاص، داير يوصلوا مرحله انه قدر ما يحاول يلاقي شباب انه يضيفه، داير يقول له برساله خلي اللجان مش اللجان يسيبهم شنو دي الادارات الاهليه خلاص تنفعك كويس او كده، داير يوصل الرساله دي. طيب الشباب المستقل ده ثار في الشارع وتحرك وقدم وخدم واستشهد ومات. الاصرار على انه لجان المقاومه دي تشتغل شغل خدمي خلاص، انه دارين يكسروا الناس المستقلين دي، انه يكسروا مجاديفهم ويضعفوا من حراكهم ويقصقصوا من اجنحتهم. ليه؟ باي مفهوم؟ باي مفهوم خلاص؟ يعني باي مفهوم كده ورونا كويس، باي مفهوم انت لجان المقاومه ما داير يكون عندها؟ وبالمناسبه في تسريبات انه قحط الان بتحرض في جهاز الامن لاعتقال الرموز بتاعت المقاومه اللي بتدعو للتصعيد في الشارع، والكلام ده انا قلت لكم خطوات حتيجي في اليومين الجايه دي ماشي كويس، لانه قالوا الثورات تاكل ابنائها، الثورات تاكل ابنائها. الثوره لما تجي بيضربوا الناس اللي كانوا في الصف الاول، اول شيء اعلاميا ينتهوا منهم عشان يفتشوا بعدين يجيبوا احزابهم الخربه في الفترات اللي فاتت بشكل كبير دي. فالان بنفس الشاكله وتلك الوضعيه، الان لجان المقاومه اللي بتدعو للتصعيد واللي بتدعو للتحرك تم تكبيله بانه شنو؟ يخلوهم بس ناس يخدموا وناس يجيبوا مويه وناس ينظفوا الزلط وناس كده. يا اخي النظافه ما في حاجه ما في زول رافضه خلاص، الاستقبال الخدمي اللجان الخدمي ما في زول رافضه، لكن تشكل لجنه داخل لجنه في الحي، وفي نفس الوقت هناك حميد تفتح حوار مع اللجان كويس، وهنا انت تدس التقرير لسه ما تعلنه بتاع نزار كويس، وتكوزن الناس المرقوا غاضبين على اخوهم الماده كويس. طيب انت الشباب دي اللي تكسرهم ليه؟ ليه الشباب لجان المقاومه دي؟ ليه ما يكون الاختيار الشباب المستقلين 60% في البرلمان؟ هل بيمنع شنو؟ الثوره دي ماتوا فيها الاحزاب ولا ماتوا فيها المستقلين؟ الثوره دي الناس اللي تعوقت، الناس اللي اتضربت ووقفت، منو الاكثر؟ الليله الاحزاب السياسيه عندها منو فيه؟ عندها منو في الثوره دي؟ كده تعالوا هنا عشان ما يقعد يتبجح في التلفزيون ساكت، عندهم منو كده وريني؟ كويس؟ زي المجلس العسكري ايضا بيتبجح نحن الثوره الثوره، الثوره شنو الثوره عملتوا لها؟ شنو نحيستوا لها بعد ما شفتوها ناجحه؟ خلاص؟ تعالوا نمسك كده الشباب المستقلين، كويس؟ ونمسك الاحزاب، النقطه دي طبعا الاحزاب بيخافوا منها ما بحبوا يناقشوها، لو داير تخرب شفنا مزايا الاحزاب ناقشهم في لايف في المواضيع دي او في منشور، خلاص؟ نمسك حاجه، الاحزاب عندهم منو غير الشهيد غصي والشهيد احمد الخير؟ كويس؟ عندهم منو؟
كويس، دي الاحزاب والاثنين دي المؤتمر شعبي حركه اسلاميه. كويس، طيب تعال نمسك بقى، ربنا يتقبلهم جميعا ان شاء الله كل الشهداء. تعال نمسك كويس، عبد السلام كيشي الله يرحمه كان شيوعي ومرق منهم بعد ما حصلت عنصريه وظلم كبير في الحزب واسريه وحاجات كثيره، هو طلع منهم وادى رايه بشكل واضح، تم اغتياله معنويا. انا قلت الكلام ده قبل كده في لايفات، تم اغتياله معنويا كويس، ورفقوا فيه ملفات اخلاقيه كثيره جدا خلاص، وحاربوه حرب ما 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 انسانيه ولا شريفه ولا 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 كويس. وده ديدن الحزب الشيوعي والكيزان، الاثنين دي طريقه فهموا تعاملهم في الحياه كويس مع الناس. فبالتالي الاحزاب الان هي ما قدمت شهداء ولا قاعدين نلاقيهم معانا حين البأس خلاص، لما يكون في قتال ولما يكون في حرب ما بنلقى معانا الاحزاب، ما بنلقى قياداتها، ما بنلقى. انا اتحدى زول في معركه معانا في القياده دي ولا في اي حته، يوم من الايام كان معانا جزء من الاحزاب السياسيه القيادات تحديدا، وين بيختفوا؟ بيجوا وقت الغنائم، بيجوا وقت البارده خلاص، ما في الليله لا فلان الفلاني لا امجد فريد لا من كل الاسماء دي للاصم لا مدني للشخصيات الانادي، ما بتجيك وقت في اطلاق نار في مظاهره، ما بتشوفك انكسرت رقبتك لا يوم 8 رمضان اللي جينام والدوشكات دي بتدقدق في رصيننا كويس، والغزايف دي في كل مكان والرصاص كويس، ما لقيناهم معانا كويس، كانوا مدسدسينه خلاص في فضل الاعتصام حتى مدني على كل كده، خلينا الموضوع ده خلاص وغيره، ما بتلقاهم. لكن بتلقاهم اول ما الحريق بردت بيجوك جارين خلاص، اول ما القيادات دي صلاح قوش نسق معاه وتكتك معاه داخل المعتقل انه كيف يحصل هبوط ناعم. الهبوط الناعم ده اللي هو ده اللي احنا شايفينه الان. يا اخي انا داير اسالكم سؤال، وين محاكمه جهاز الامن؟ وينه اللي ارتكب الفظايع والجرائم؟ وينه خلاص؟ وين اي زول اتفلت من الدعم السريع؟ وينه محاكمته؟ وينه كده؟ ده سؤال خلاص، وينه كويس؟ داير اسالكم سؤال، الان النقابات مسيسه ليه؟ انت مين سيست النقابات؟ معناه انت فاسد زي الحكومه اللي فاتت، بتسيس النقابات مالك؟ في نقابه بسيسوه؟ في نقابه تكون تابعه لحزب؟ في نقابه تكون تابعه ليه؟ ما تكون كنقابه مستقله، خلاص دي نقطه، خلاص بعد ما سيست النقابات وبعد ما انك انت هناك مجلس الوزراء جبته بالمحاصصات الحزبيه، وبعد ما المجلس السيادي جبته بالمحاصصات الحزبيه، الان جيت كمان المجلس التشريعي اللي مفترض يكون ده حق المستقلين البته، انت الان جيت دار تقالع فيه عليكم الله يا جماعه. زمان تسمع ابو كبير يقول لك انت ابو كبير اخي جليت خلاص، انتوا الاحزاب دي متخيل يا اخي الديناصوريه دي لمتين خلاص الدين ده الشيء اللي هيعجل بسقوطهم، وده الشيء اللي هيخلي المخطط بتاع حميتي في الانقلاب انه يتسارع وينجح. ودائما انا بعيد لكم النقطه دي، والله بالله الاحزاب السياسيه تشوفوها في السودان دي، انا مشكلتي انه بناقش لي بعض الشباب احيانا، واحد بيكون ما بيقرا في التاريخ وبيجي بغلطك ساكت يعني، خلاص اقروا التاريخ السياسي بتاع السودان ده ارجعوا له من 1954 مثلا، او اقول لكم حاجه ارجعوا له من حركه اللواء الابيض 1924 كويس، ارجعوا بتلقوا انه اي انقلاب عسكريه وراه تحريض سياسي، واستعرضنا في اللايف الفات الكلام ده، استعرضنا انه يا اخي حتى حكومه نميري دي جابوها الشيوعيين وفي النهاية عملوا عليهم انقلاب، هم ذاتهم الشيوعيين جابوا ناس هاشم العطا خلاص، وتاني الجبهة الوطنية جات رمت الكريت بتاع حسن حسين، بعد شوية سنة 75 جاء انقلاب المرتزقة، وفي ملايين الانقلابات كانت كويس، كذلك أيضا 86 لغاية 89 الفترة الديمقراطية اللي بيسموها الديمقراطية الثالثة خلاص، لو بتتذكروا في الفترة دي طوالي جو دخلوا منه كويس، الأحزاب قعدت تتكاتل زي الهسعة ده زي الهسي ده شغاله، الاحزاب تتشاكل هنا وده يضرب راس ده بيده وده يفتن ده وده يحرش ده وده ينشغل هنا شنو؟ اشتغلوا الشغل ده لما الانقاذ يتقلبت في السلطه. لما شنو؟ الكلام اللي قاعد يحصل الليله ده ليه امتدادات تاريخيه في السودان، ليه امتدادات، حتى ابراهيم عبود ده لما انضغط وذكرنا المره اللي فاتت انه عبد الله بيك خليل كان رئيس الوزراء، اول عميد في تاريخ القوات المسلحه السودانيه بيسموه اول امير الاي اللي هي باللغه التركيه، خلاص اول زول كان عميد يوم من الايام. لما كان رئيس وزراء ضايقوه 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 ما خلوا الحكومه بتاعته تمشي، زي ضيق الشيوعيين الان لحمدوك، ضايقوه ضايقوه ذاك لما زهق كله جا في البرلمان، قال من هنا بقول للقائد العام للقوات المسلحه، كويس يا جماعه في فريق الوقت ده يعني السودان لغايه وقت قريب كان فيه وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحه، يعني الولايات المتحده الامريكيه بتلقى فيها وزير دفاع مدني، لكن القائد العام للقوات المسلحه بكون يعني هناي، هسه البشير قال لا انا القائد العام للقوات المسلحه كويس، وعين وزير دفاع بسلطات تشريفيه كويس. كذلك ايضا كان الوقت ذاك القياده العامه برا القائد العام كويس، اها الاحزاب قال اعلن من هنا انا او ادي توجيهاتي من هنا خلاص لابراهيم عبود القائد العام للقوات المسلحه باستلام السلطه، خلاص باستلام شنو؟ السلطه
كويس لاخر الدقائق. ها ما كان خالد سلك بيكذب في في الاعتصام وبقول انه المجلس تشريفي وبقول انه دم الشهداء حيرجع كيف؟ حيرجع كيف؟ خلاص بيرجع كيف في لجنه ابو بكر دنبلاب بالقلم الاحمر بيصحح فيها دايرين ده وما دايرين ده، دايرين ده وما دايرين ده، خلاص دايرين الفلان ده يكون عضو ده ما يكون عضو، دايرين الملف ده تفتحوه وده ما تفتحوه، نحن كده كيف هتجيبوا دم شهداء كيف؟ بتجيبوا دم شهداء كيف؟ وانتوا بتتكلموا عن كولومبيا خلاص يا تجمع المهنيين، انتوا بتتكلموا عن كولومبيا انها ما تابعه للثوره او ما من اختصاصاتكم، زي ما رفعتوا اللافتات بتاعت كولومبيا لا تمثلني وكانوا خيره الشهداء اكرم منا جميعا، خلاص؟ طيب اذا الان الشباب المستقل هو الضايع. وانا ظللت اطرق على الوتر ده طوال يعزف عليه، وليه؟ لانه النقطه دي مهمه جدا جدا. انا قلت لكم نحن الان بنتهاجم خلاص، وحيشتمونا وحيخونونا وحيكوزنونا ولسه وحيستمروا، لكن تاكدوا حييجوا الشباب اللي بعدنا كويس، حييجوا بعد 10 سنه 20 سنه 30 سنه بيجوا بخطوا لنا الورود في قبورنا. ليه؟ لانه حييجوا من هناك حيعرفوا انه ديل اللي كونوا لنا في يوم من الايام كيان مستقل، ديل اللي دخلوا لنا الكيانات المستقلة في البرلمان. الآن البرلمان ده المفترض يتحشي 60% شباب مستقلين، المفترض هم الليلة يدخل الشاب المستقل في العمل الزراعي، يدخل في العمل الطوعي، في العمل الثقافي، خلاص يدخل في قرار الدولة، يكون من الجهات المشرعة. إذا أنت ما من دائرة الفعل فأنت يعني محرك فقط، إذا كان أنت بس إلا يستخدموك الليلة أمرك موكب وتعال بكرة وشيل دي وسوي دي، بس ده شغلك الشغال في الدنيا وبس منتظر 200 مظاهرات بس عشان تطلع، لكن أنت ما عندك رؤية لأنه أو أنت ما صاحب قرار، صدقني حتظل تابع مهما قلدوك من مناصب خلاص. وهم بيخدعوا الناس في لجان المقاومة، بيجيب لهم نعلم زولين ثلاثة في حلة مثلا عشان يظنوا نفسهم منهم هم ليه موجود. أنتوا ما لكم وجود الآن مع الحرية والتغيير ولا التجمع، لو كان في وجود للحرية والتغيير الدارية الحقيقة خلونا بشجرح بصراحة يعني خلاص. الآن لو في وجود حقيقي الآن اللجان بتاعت المقاومة دي بيكون قاعدة في البرلمان بالمقاعد بتختارها هي وبمزاجها هي خلاص، ما بمزاج تجمع المهنيين، ما بمزاج الحرية والتغيير كويس، بل بمزاج لجان المقاومة، الناس الاوائل اللي اقتحمنا معاهم القياده خلاص. انا واحد من الناس من مؤسسين اللي جاء من 2013 كويس، انا بقول الشباب المستقل هو اللي يتحرك الان، انا بقول الشباب المستقل هو اللي يكون في البرلمان. انا عن نفسي ما داير حاجه كويس، عن نفسي ما داير حاجه كويس، انا بتكلم عن شباب السودان المستقل المستغبى من الاحزاب، اللي الاحزاب قاعده تغبي فيه خلاص، اللي قاعده تلفت نظره عن الحقائق التاريخيه الواضحه خلاص، الحقائق السياسيه هذه بتحاول تلف راسه منها كده ما ينتبه لها، بتحاول تلفتك كده ما تعايل للحقيقه، تلوشك باي صوره كانت كويس. الليله خلاص الليله في زول عضو جاي من الحريه والتغيير جاي زياره عفوا جاي زياره لحي من الاحياء مرقوا لجان المقاومه خلاص، في حاجه الحكومه المجلس السيادي ما اداها للحريه والتغيير مرقوا لجان المقاومه خلاص، ما عارف ليك التفاوض ما نجح مرقوا لجان المقاومه، اللحظه اللي مسكوا السلطه بقوا هم اول ناس عدوا للجان المقاومه. ليه خلاص؟ ليه؟ هو كان ما لجان المقاومه كان في زول بيعرف امجد فريد؟ هو لو ما بلجان المقاومه كان في زول بيعرف الحريه والتغيير؟ هو كان ما لجان المقاومه كان الشباب المستقل ده كان بيعرف لك حاجه اسمها تجمع المهنيين؟ كمان بقت فيها افتراء وغرور غريب خلاص، والغرور ده اللي حيودي لنهاية مطاف الحكومة دي، اسمعوا الكلام ده كويس خلاص، الصراع الحاصل ده كويس. هسي كده انا داير سبب واقعي كده وده ليس سبب منطقي، الخلص الدكتاتور يمشي يخاطب مع قيادات كيزانية شنو، لكن بعد حتى الدكتاتور وحتى المعاو بعد النظرة بتاعتهم دايرين قاعدة اليوم كيزان جيزان شيطان، دايرين قاعدة لأنه بيكونوا خايفين حتى من التيارات الشيوعية اللي حولهم وباقي التيارات الحزبية. اسمعوا الكلام ده من جوا يا شباب، اسمعوا الكلام ده من جوا خلاص. الليلة لما يمشي خاطب في سوق ليبيا قبل يومين ويضطر لجان المقاومة لأنها تطلع بيانات خلاص، إذا كان الكيزان محميين بعضو في السيادي ومحميين بعربات الأمن يبقى تاني في شنو؟ نحن بنتكلم عن ثورة، ثورتنا دي نحن بنقول ما بتتسرق وما بتتسوى يا إخواننا، الثورة حرفت عن أهدافها، وأي زول الآن بيتكلم عن ضرورة ثورة تصحيحية هو تحت المرمى خلاص، تحت المرمى بتاع الهجوم، تحت المرمى بتاع التخوين، تحت النيران شفتها بتاعت هنا. عشان كده ما في سبب واحد بيخلص الدكتاتور يمشي خاطب
خلاص طيب ما مشكلة، ما ديل قبل اليوم ذاتهم هم الحرية والتغيير كلهم، ما هم اللي مشوا شاركوا المجلس ده قبل ما يفصح لهم عن دم الشهداء، في زول منهم اشتغل على دم شهداء؟ مين قالوا لهم تعالوا اقعدوا في الكراسي جارين؟ ما في زول فكر في ام شهيد، ما في زول فكر في ام الشهيد عبد السلام كيش اللي بتبكي جنب البوابة، ما في زول فكر في الطيارات اللي بتدق في دارفور، ما في زول فكر في انه لليلة في قوات من الدعم السريع بتكتل في ناس في دارفور لغاية اللحظة دي، ما في زول فكر لغاية الان انه في ناس من جهاز الامن الان ما زالوا منتشرين بيكتلوا وبسووا، ما في زول الان لجان المقاومة دي الركيزة الأخيرة، خلاص دي الركيزة الأخيرة اتكل فيها هي، ما في التجمع، التجمع ده يا جماعة في ناس كتار ما فاهمينه، التجمع ده لما ينزل بيان بينزلوا بناء على اللجان ذاتها، خلاص اللجان هي لجان بحري بتقول لي بكرة احنا مارقين، لجان كادوغري بتقول احنا مارقين كده، التجمع ما في حاجة اسمها تجمع المهنيين، هم كده خلاص في الشارع، لا هم ديل بيشوفوا اللي ده لو حسوا انه المظاهره دي ما في مصلحتهم بيقوموا يرسلوا لها غواصاتهم في الجروبات يقعدوا ينبذوا فيها ويقعدوا يشتموا في المظاهره دي وفي الناس القايمين بيها وفي الاعمال. يا اخي في كم مشروع قدموا شباب مستغلين في البلد دي تم تدميرهم، الليله في كم فكره وفي كم ملف يتقدم ايجابي ممكن يطور البلد، خلاص وانا تاني بذكر الان الشباب المستقلين هم اللي بيحتاجوا لانه يقيفوا الوقفه الحقيقيه ويكونوا داخل المجلس التشريعي، المجلس التشريعي ده يا جماعه لما عملوه ما عملوه عشان خاطر الاحزاب، المجلس التشريعي ده لما عملوه عشان يمثل دوله كامله، خلاص عشان يمثل دوله كامله بمختلف اعراقها بمختلف انتماءاتها، خلاص السياسية والفكرية والأيديولوجية والحزبية كلها، لما نجو اختاروا حاجة اسمها شنو؟ برلمان، حاجة اسمها مجلس وطني، خلاص الليلة السبب اللي بيخلي انه بعض لجان، بالمناسبة هو في بعض لجان المقاومة استجابوا لبيان حميدتي او استجابوا لجلسة حميدتي، الخلى بعض لجان المقاومة هنا اسمه شنو؟ يسمعوا كلام حميدتي شنو؟ الخلام شنو؟ لأنه لقوا الحرية والتغيير أشد ديكتاتورية من التجمع، أشد ديكتاتورية من الإنغاز. كويس من عمر البشير طوال جروا عليهم كويس طيب اذا الجري دي هنا غلط لكن طيب انت من البدايه كحريه وتغيير قلت حريه كويس الان اللي بيخليك انك توصل المستوى ده شنو واللي بيخليك توصل المرحله دي شنو لجان المقاومه قاعده تتفلت من التجمع الان ولجان المقاومه تاني بعيد هي الاصل كويس ارجع لجان المقاومه دي الغالبيه مستقلين لكن الاحزاب قاعده تفتن بيناتهم جوا وقاعده تنشر الخباسات بيناتهم ودائما بتحاول تجيب صغار الاعمار فيها 16 18 17 ليه؟ عشان ما يكونوا واعيين بما فيه الكفايه، خلاص عشان ما يكونوا واعيين بالدهاليز السياسيه، عشان يمشوا بهم اي قرار دايرينه، عشان يوصلوهم لاي فكره هم عايزينها، كويس؟ طيب الايام دي لاحظوا في رسائل لافه في الفيس في الواتساب انا ما عارف انتم ملاحظينها معي ولا لا، لكن في رسائل لافه، الرسائل دي يقول لك ما عارف ضربت للشرطه قلت لهم في حرامي في بيتنا، قال 200 احنا السودانيين ذاته في ظل حرامي في بيته نادرا حتى يضرب للشرطه، خلاص يقول لك ضربت تعالوا في حرامي في البيت ما عارف يقوموا يقولوا لي اضرب لناس النظام العام وامن المجتمع، بعد ما تقول لهم ديل ما بردوا يقول لك قال انتم مش قلتوا دايرين مدنيه، خلاص انتم ما قلتوا ما دايرين امن مجتمع وقلتوا ما دايرين شنو، شوفوا يا اخوان احذر الرسائل الزي دي، الرسائل الزي دي ديش حزب الشيوعي داري يجرك لانك تشيل السلاح، الرسائل دي داري يرسخ في عقلك الباطن انه بس تاني تحمي نفسك بس تشيل لك سلاح كلاش وتمشي تعتدي على الاخرين، خلاص نحن بنفهم اساليبهم دي جيدا، دي نفس اساليب الكيزان، كويس نفسهم لما جو نظام جديد كانوا بيقولوا احزاب المعارضه قاعده تشيل سلاح تجي تضرب الناس في بيوتهم، خلاص كانوا بيقولوا الكلام ده عشان يسلحوا الشباب بعزه السودان وما عارف ليك وشنو شنو، خلاص مع انه كان فيها تدريب وكان للمعسكرات وكده، لكن عشان يدخلوك تبقى دباب عشان تبقى قال مجاهد عشان 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 لذلك انا ما زلت بذكر وبقول انه الشباب المستقل الان ما بين مطرقه المجلس خلاص الشق العسكري في السيادي وما بين سندان الاحزاب كويس وما تزال الاحزاب دايره تظلم ودايره تطغى ودايره تتجبر على كل الشباب المستقلين اللي قاموا بالثوره دي خلاص من اصغر زول فيهم لاكبر زول ما تزال الان الوجوه الشبابيه الان غائبه نحن بنشوف وجوه حزبيه حتى لما انا اقول لكم الاصم مثلا الاصم ده لو ما كان وراه حاضنه حزبيه لو هو محزب سياسيا لو كسر رقبته ما بيلقى 1% من الضوء ده ليه؟ لانه عنده حاضنه حزبيه دايره تمشيه ب 1 2 3 4 اليوم هو ذاته خرج من احد اهدافه معينين بيرموه هسه بطلعوا له ملفات كده دي الحكايه دي سياستنا ماشيه كده يعني دي البلد شكلها هناك كويس
الليله لو مع عباس مدني ودى الشيوعيين من زمان موجود خلاص، من اولاد المنظمات المجتمع المدني المدسوسين من الشيوعيين من زمان فيها يعني، اول خاتينهم كويس، لو ما كان منهم ما بيتلمع التلميع ده. حتى النشطة لو داير تمسكهم شفتها بتاعين المنظمات المجتمع المدني مهما لمعوهم ليك وظهروهم ليك غالبيتهم شيوعيين. طيب الشيوعيه ما عيب خلاص، الاحزاب ما عيب في النهايه، نحن ما عندنا كراهيه معاه ولا عندنا ضد معاه، لكن نحن عندنا ضد مع الفرعنه ومع الغطرسه خلاص، ومع الدسايس ومع المؤامرات اللي بيسوي فيها الاحزاب الان لشكشكه لجان المقاومه. الخل حميد تيقعد منه، ما في قيادات من الحريه والتغيير هي اللي تدخلت خلاص، غشغشت لهم ضباط من جهاز الامن اللي هم ديل اللي قاعدين يشتغلوا الشغل ضد عمك خلاص، مشوا قالوا له عديل، مشوا قالوا قيادات من الحريه والتغيير بنجيب لكم لجان المقاومه، دارين يشقوا لجان المقاومه، دارين يحرقوا لجان المقاومه. الحريه والتغيير كانت سباقه بالحاجه دي قبل المجلس بالمناسبه، عشان الناس تمسك الحقائق من البدايه يعني كويس. ومن هنا انا احب انبه يا جماعه لنقطه خطيره جدا خلاص، لنقطه خطيره جدا افادني بها الاستاذ مدثر عبده له التحيه والتقدير قبل شويه، او مدثر ابو عفوا كويس له التحيه. قبل ما اذكر بالنقطه دي، الشباب اللي معانا الشايفين كلامنا ده صح خلاص، من اي زول لايك شير للفيديو اسفل الشاشه، لايك اسفل الشاشه على يدك الشمال، الشير اسفل الشاشه على يدك اليمين، زايد ملصقات ملصقات، وامنعوا الفيديو من البتر او القطع ووقفوا لنا الهجمات كويس. طيب نواصل. قبل شوية اتصل علي احد زي ما قلت الشاب مدثر ابوه من الفاشر، واكد لي بانه في حالة بتاعت اضراب بشكل مسبب شلل كبير في الفاشر كويس، انه الان الفاشر يا سادة تستغيث باعلى صوت، غير كمية الملاريات اللي فيها اللي تكلمنا عنها بحملات وغيرها، وغير الموضوع بتاع انه الملارية زايدة ومتزايدة وغيرها، الان بقى في اضراب لحق للطوارئ للطوارئ ذاتها خلاص. طيب ده ما موضوع هسع المجلس السيادي يعقد فيه اجتماع، ده ما موضوع مجلس الوزراء يعقد فيه اجتماع خلاص، كده وروني شغلهم شنو، هم شغلهم شنو وقت اذا كان الاضراب خلاص، الاضراب بسبب مرتبات وبسبب ادويه وبسبب حاجات كثيره جدا جدا، منها معلن ومنها ما معلن كويس. الان يا هدى اضراب حتى على مستوى المعامل وعلى مستوى العيادات، الكلام ده داير وقفه مهمه جدا. الانسان بتاع الفاشر الان قاعد يضيع، انسان الفاشر الان قاعد يموت، وكثير من الولايات الان الوباء ده ضربها يا اخواننا. احنا قاعدين نحذر من وباء دائما، قاعدين نتكلم كسل دي، في ناس من ابنائها لما قالوا كده خلاص قالوا خلاص، لا تجمع بيجيف معانا لا حريه وتغيير لا غيره، ولا مجلس سيادي ولا غيره، لين الله وقعاد المظله دي الناس من كسل ذاته قالوا الكلام ده. ليه؟ لانه شافوا انه تاخرت عليهم الوقفات دي ذاتها معاهم وتاخر كويس، لانه جوا التجمع وجوا الحريه والتغيير الخيار والفقوس فيها شغال خلاص، ديل جماعه منو، ديل كتله منو، ديل شنو، ديل سغلهم شنو، ديل مهمتهم. مع انه طيب امسك النيل الازرق، امسك القضارف، امسك غرب كردفان، امسك جنوب كردفان، امسك معاد دارفور، الولايات دي الان مضروبه ضرب ما عادي خلاص، مضروبه ضرب ما عادي كويس، بسبب شنو؟ الامراض خلاص. بالمناسبة الموسم الزراعي يا سادة الحقو، الناس السنة الفاتت في السودان دي كانت بتزرع بصل، كانت بتزرع طماطم، كانت بتزرع شنو السودان ده، كانت زراعة شغالة خلاص. السنة الفاتت لما الناس زرعوا السمسم قليلين، بقى السمسم عبارة عن عملة صعبة ذاته، بقى السمسم عبارة عن دولار في حد ذاته يورو، بقى السمسم حاجة غالية وتفتش ليه وما تلقاه. تأكدوا المرة دي الشعب السوداني شت زرع سمسم، الآن الشعب السوداني شت السمسم ما حيلقى زول يشتريه، والسمسم حينزل يدق الواطة خلاص السعر بتاعه يا اخواننا. الموسم الزراعي في خطر يا اخواننا، او انتهى يا اخواننا. السودان داخل على مجاعة شهري واحد يا اخواننا. اسألوا الخبراء الزراعيين يا جماعة، اسألوا الخبراء الاقتصاديين كويس، اسال الخبراء الاقتصاديين، قول لهم موقف السودان الان، واسال المزارعين في الولايات، قول لهم موقف السودان الموسم الزراعي الجاي ده شنو خلاص. طبعا في بعض من الناس بيفتكروا انه ده كلام ساي وما عارف ليك وشنو، لانه هذا دي تعب عقولهم اصلا يبحثوا او يفتشوا. وفي جزء اخر بيكون هو بسمع الحريه والتغيير نايم على العسل كده، ما بكون حاسب معاناه المواطن الحقيقيه، ولا بكون حاسب الالام بتاعته. اي زول الان خلاص، اي زول الان اسال ويعرف ويصل خلاص، بيفهم انه الموسم الزراعي ماشي لوين. الشباب المستقل اجتمعوا تحت مظلة البرلمان، الشباب المستقل يجب انه يكون في وجود لرؤية دولتكم، الشباب المستقل يجب انكم تخطوا الرسم والخطوات
الخطوط الواضحة لبناء الدولة السودانية، لأنه لو ما أنتوا يا شباب المستقل الأحزاب ما بكون عندها 1%. البجاحة اللي بتبجحوا بها الآن بعض الوزراء وبتبجحوا بها ناس في الحرية والتغيير وقيادات، أقسم بالله لو ما أنتوا المستقلين أنتوا الأكثر عددا في الشارع، أنتوا أكثر الناس، أنتوا ضحيتوا واستشهدتوا. خلاص الآن كون أنه الحرية والتغيير حتى لجان المقاومة ترفض تهيكل على مستوى الحكومة وترفض أنها تديها مستندات قانونية وبطاقات وغيره، خلاص تخلي أنه وزير الداخلية يطلع قرار يقول أي زول تاني جانا من لجان المقاومة نحن بنوقفه أو بنعتقله. الكلام ده ليه؟ لأنه لقى تراخي من الناس الضعف اللي قاعدين جوا ديل، لأنه لقى تراخي من الناس المنسقين مع صلاح قوش ومنسقين مع ديل. كويس، لذلك انا ما زلت اعيد وما زلت اكرر وما زلت حل الشباب السوداني الان المستقل، خلاص حلوا الان الاصطفاف حول منظومه واحده، خلاص والشعب عليه يدرك الكلام ده. الاحزاب دي حتى الناس الكبار لحتى الكبار بيقول لك الشباب المستقل هو اللي بينقذ البلد الان، لكن الاحزاب ما بتنقذها. اسمعوا الكلام ده كويس، الاحزاب ما بتنقذها لان عمرها ما انقذت السودان عمرها. وارجعوا تاريخ الاحزاب السياسيه فترات حكمها، اوكي انا معاك في انقلابات قاعد تحصل، لكن الانقلابات دي منهم هم ذاتهم، خلاص الانقلابات دي منهم هم ذاتهم. معروف كان عبود ده بانتمائه الختمي في يوم من الايام بانتمائه لناس السيد علي المرغني، في لحظه واحده من اللحظات خلاص عملوا له تمويه وشنو هيستغلوا الكلام وحزب الامه وبتاع لغايه ما استغرق منه كان حزب امه. فالكلام كثير جدا، انا ما داير اطيل، بذكر لايك شير للفيديو يا شباب ملصقات، وخلوا رسالتنا دي توصل كل الشباب المستقلين، الناس تصطفى نحو الوطن وما يغشوكم التعليقات اللي بتشوفوها حته انه بس الا التجمع الا الحريه والتغيير، اغلبها من كوادر منظمه. الواحد بيكون عنده 10 15 20 حساب بيجي عشان يغير الراي العام في جروب ولا في صفحه، نحن ما نكون كمان ليني العريكه او مستباحين الحمى او كمان عقولنا وقلوبنا زي الاسفنجه في اي حاجه دايره تلين وفي اي حاجه دايره تنقط، لا لابد من انه نحن نشوف القرار تصنعوه انتو، القرار بيصنعه الشباب المستقل، خلاص القرار الان الدوائر بتاعت قرار الدوله وصناعه القرار لابد تكون منكم انتو كشباب مستقل. ولجان المقاومه الظلم اللي قاعد تتعرض له ده، الظلم ده اتظلمته من المجلس واتظلمته من الحريه والتغيير، خلاص لانهم داري يفكفكوا حاجه اسمها لجان مقاومه، لكن تاكدوا بانه لجان المقاومه دي كويس لو قالت يا خيل الوطن يركبي ومرقت الشارع. بعدين تعالوا الدفاع الشعبي بيهدد ماله كده، سؤال الدفاع الشعبي بيهدد السودان لمحرقه، محرقه اكثر من الحركتو انتو، لكن الخل الدفاع الشعبي يتكلم بقله الادب والوقاحه دي شنو؟ الخل الدفاع الشعبي يتكلم ب يعني نوع من السفور والوطاءه المباشره يعني بالصوره دي منو؟ ما ديل ضباط الامن الحول حميتي، ضباط الامن في الدوله موزعين، ديل ناس الدوله العميقه، ما في زول سالهم والله زي ما قال الفاتح جبرة، والله أكتر زول متفائل كان من الكيزان، أقسم بالله ما توقع إنه يتسامح معه قدر ده، والله ما توقع إنه يتسامح معه قدر ده، لا محاكمات، عفوا كويس، لا محاكمات ولا إنه في أمر ماشي عشان يرجع دم شهداء ولا حقوق وطن ولا إعادة مشاريع معطلة ولا إنقاذ الناس اللي في الذهب اللي بالملايين دي بتموت عطش في الشارع ولا الناس اللي بتضعف ولا بتتعب حتى الكادر السوداني البر اللي بتقبض شنو، ما في اهتمام. الكيزان لما لقوا الجودة ولقوا عصام دكين مسؤول المطار الوطني في الولاية خلاص الفات بيجيبوا لك في التلفزيون لغايه الان وبيتكلم، ولما قال بيتكلم عن الثوره، ولما الكيزان يرفعوا راسهم يلقوا الطيب مصطفى ما زال بيكتب خلاص، ويلقوا ضياء الدين بلال لما بيقدم، ولما السوار يرفعوا راسهم خلاص الكيزان يرفعوا راسهم يلقوا نفسهم انه الدفاع الشعبي بيمرق بيتظاهر وبهدد وبسوي، ولما انه الكيزان يرفع عينه يلقوا ابو بكر دنبلاب قاعد وبقول لي حمدوك اعمل وما تعمل خلاص، ولما الكيزان يرفعه ويلقوا انه ضباط الامن من حول حميدتي في القصر وفي القياده وهم اللي بيقول له اعمل كده واعمل كده، لما السوار عفوا لما الكيزان يلقوا الكلام ده تتوقع انه البجاحه ما حتجي؟ لما ما في زول حاسبهم ولما ما في زول حاكمه بالاجرام اللي عملوه في السودان ده، جهاز الامن لما ما لقى زول حلاه، مع انه الحل ده ما منطقي 100%، ممكن اعاده الهيكله لكن كمان دايره محاكمات شفافه وعادله. لما ما لقوا الكلام ده، لما كانوا رؤساء الاتحادات اللي في الطلاب خلاص في الجامعات بيضربوا الناس بالرصاص وكيت بيجدعوا بالملتوفات وكيت بيحرقوا، مع انهم كوادر شيوعيه برضه كانت بتحرق الاتحاد وكانت بتخرب وبتكسر وبتدمر برضه خلاص، وكيت ما لقوا زول حاسبهم وكيت ما لقوا انه في زول بيجيب في القضيه دي. القتل الشهيد ربيع زمان اللي بيتذكروا منه في جامعه القران الكريم الطالب المسكين خلاص، لما انقتلوه ما لقوا زول سالهم خلاص، خلوه خلاص، بيجوا يقلوا هذا وبيجوا يظهروا في التلفزيون بيجوا يتواقحوا. لذلك الشباب دايرين كتله الان شبابيه قويه جدا،
الشباب لابد يكون في البرلمان ممثل للشعب، ممثل لكل المستقلين في السودان، لابد يكون الكلام ده، لابد تتحرك الجمعيات الثقافية والسياسية والرياضية وغيرها، الأسر والروابط، المنتديات، خلاص في كل مكان لابد يكونوا مستقلين. الآن الأحزاب دي ما بتدي الشباب المستقل فرصة، ولا همها ولا همها إنه الشباب المستقل ده ينفع ولا يلقى حاجة، إلا بس هم بيقسموها كأحزاب وما بسووا حاجة، بيخربوا بخربوا بخربوا لما يجي المجلس يعمل انقلاب ما بسووا حاجة. اسمعوا الكلام ده، ما بسميوا حاجة. وأنا داير زول الديني هسي أتحدى داير زول الديني ثلاثة من مكتسبات ثورتنا المجيدة الآن اتحققت. داير زول الدين ثلاثة بس شفتها، قول لي والله يا أحمد الضي الآن ثورتنا دي نجحت في واحد اثنين ثلاثة، نجحت في شنو؟ يا هدي فيها الشعبي بيظهر بيجلينا في أدبه، دي الثورة اللي احنا مرقنا لها وفقدنا فيها الشهداء، دي الثورة اللي عرضنا حياتنا فيها للموت، دي الثورة اللي كل يوم على الله رصاص وكل يوم على الله اعتقالات وكل يوم على الله دك، معناها في تقصير مننا نحن، معناها في تقصير، لأنه لما أنت أسلمت عقلك للأحزاب مباشرة وخليت لهم أضانك يجروك منها مباشرة أصبح الآن الوضع هم الأحزاب اللي بيمشوك حسب أجندتهم وحسب رؤيتهم، خلاص حسب شنو؟ رؤيتهم، خلاص النقطة دي الناس تتذكرها كويس والناس تعيدها كويس. الآن لابد لابد من وجود مجلس تشريعي مستقل أقلّاه 60%، الأحزاب لو ما عجبها تضرب راسها بالحيطة. هو قبل اليوم عليك الله قالوا لهم في المجلس العسكري قال لهم 50-50، الآن التوقيع تم المجلس التشريعي ما عندهم 67 كان كسروا رقبتهم بنص الاتفاق، ما يكذبوا خليه يطلعوا الوثيقة الحقيقية، خلاص الآن الأحزاب دي كويس لو دقت راسها بالحيطة المفترض ما تشيل أكثر من 20% في البرلمان، 20 ذات يمكن تكون كثيرة، خلاص كفاية الفساد اللي حصل ده وكفاية الفوضى الحاصلة دي. يا أخي عليك الله، عليك الله 54 عربية، ده قال الهناية بتاع حمدوك اسمه شنو الموكب خلاص في دارفور ليه 54 عربية؟ طيب ده ما عمر البشير زي الأوتاد، طيب ده ما الطغيان حمدوك في نفسه قد يكون زول مؤهل وزول واعي، لكن الحوله ديل ذاته هو بيتحمل المسؤولية، خلاص الحول ذاتهم اللي بيعملوا كده هو بيتحمل المسؤولية، لأنه إحنا ما دايرين نرجع للمفهوم العقيم السقيم القديم بتاع عمر البشير كويس بس اتحتوا كعبين، خلاص شفت الكلام ده ضيع السودان ودمر العقول الفترة اللي فاتت دي كلها. كذلك الآن ما نقعد نقول حمدوك كويس بس اتحتوا كعبين، حمدوك ذاته وقت ما قادر يتخذ قرار يمشي غير مأسوف عليه البتة، إذا هو ما قادر يتخذ قرار أنا واحد من الناس المناصر له ومؤيده جدا وشايفه ممكن يكون عنده شناية، الدولار ده حيواصل الارتفاع، وهو الدولار زي ما بيقولوا ما بيرتفع، دي عملتنا اللي قاعد تسقط، ده جنيهنا اللي قاعد يقع، وطالما ما عندك مدخلات انتاج، وطالما ما عندك صادر، خلاص انت معتمد على الوارد بس، الدولار ما حينزل. الشباب المستقل هذه ايامكم الحسوم، ودي فرصتكم الاخيرة، خلاص الان الان الان، الهجوم على لجان المقاومة، والهجوم على الشخصيات المستقلة، القصد من الكلام ده كله الآن ضرب وحدة الثورة مش الأحزاب بيناتهم. لما انتغالتوا زول الناس تنتقد زول في الأحزاب يجيبوا له 500 واحد يكاكي يكونوا كلهم أحزاب سياسية، خلاص ما عدا 3-4-5 نفر دي العاديين يجوا زي ده يقول لك قال لا لو لا، لما انتهاجموا الناس المستقلين دايرين الناس تصفق، خلاص تلك قسمة ضيزة، خلاص دي قسمة ظالمة، خلاص دي قسمة شنو ظالمة كويس. والظلم ما بيستمر زي ما نحن ما قبلنا من عمر البشير، ما بنتقبل منك انت كتجمع مهنيين ولا حنتقبل منك كحرية وتغيير، نحن شباب مستقل لينا مفاهيمنا ولينا رؤانا ولينا كلامنا اللي بنقوله وعارفين نفسنا بنقول في شنو وعارفين نفسنا اهدافنا شنو وغيره كويس. الآن لو ما تحرك الشباب المستقل نشيل الفاتحة على الثورة خلاص بشكل رسمي، مش جارية الحقيقة ولا حاجة تانية. وطالما أبو بكر دنبلاء وأمثاله هم القاعدين وبيحركوا في موضوع كويس اللجان ومقابلة اللجان ومحاولة تفكيك اللجان، تأكدوا تماما من إنه السودان من الصعوبة بمكان يمشي لقدام، من الصعوبة عشان الناس ما تغوش نفسها. خلاص أزمة المواصلات النقطة الأخيرة، ألحقوا أزمة المواصلات يا حمدوك بتسقطكم، أزمة المواصلات برا بتسقطكم. وبالمناسبة التقرير بتاع نزار وين لغاية الآن؟ في تقارير بتطلع في يوم وفي تقارير في ثلاثة يوم، خلاص انتوا ما شلتوا دي ان ايه، ما شلتوا دي ان ايه عشان نقول يوم يومين ثلاثة أربعة، خلاص وين؟ معروف انه السبب شنو؟ خايفين تعلنوها ليه؟ خايفين زي ما قال عمو تلقوا مسموه ما قادرين تقولوها ولا لا؟ خايفين تقولوا الشعب ما يصدقكم؟ خلاص شباب أزمة المواصلات، مجلس الوزراء، المجلس السيادي، أزمة المواصلات بتطحن في المواطنين، والطحن اللي بنطحنه المواطن الآن من المواصلات ما بحس به ناس أوزون، ولا بحس به ناس لذيذ، ولا بحس الناس اللي بيقعدوا هناك أقصد، خلاص ولا بحس به خلاص الناس اللي عاملين نفسهم أرستقراطيين ديل، لا
خلاص الآن ده بينطحن منه المواطن الضعيف، المواطن القوي، المواطن العيان، المواطن النصيح، المواطن الصغير، المواطن الكبير. خلاص الآن الأزمة دي لا حاسبها عمر الدقير، لا حاسبها حمدوك، لا حاسبها مدني، لا حاسبها إناي عسكري. خلاص الآن الأزمة دي قاعد تأذي في المواطنين صباح ومساء، وقاعد تطلع عين المواطنين. وشوفوا كمية اللايفات اللي انضربت في الفيس لأزمة المواصلات قبل شوية، حتى في فيديو بعنوان الطريق إلى أم درمان، وكثير جدا منا الناس واقفة في الكوبري بالمئات، الناس واقفة على مستوى الاسطبات بالمئات والآلاف. خلاص يا أخي دي ثورة عديل، دي ثورة خلاص الحرية والتغيير، شغالين تتصارعوا بينكم كأحزاب. لما تدوا الفرصة بعد شوية للمجلس العسكري والحميد تيجي يستلموا السلطة، بعدين تجي تقولوا ده ما انقلاب، الله يقلب راسكم، ده ما انقلاب كيف؟ ده ما انقلاب، نحن بنعيدوا ده، نعيدوا تهاون منكم انتوا، نعيدوا شنو؟ تهاون منكم انتوا، انتوا تهاونتوا لغايه ما سلمتوا السلطه ليهم، انتوا براكم اعترفتوا لهم وقعدتوا معاهم، انتوا اللي قعدتوا معاهم لما غيركم يقعد معاهم بتتهموا بالكوزنه، انتوا اللي مشيتوا طلبتوا حاجات شخصيه لنفسكم انتوا، انتوا اللي مشيتوا بعتوا دم الشهداء الان يا تجمع المهنيين وحريه وتغيير. لذلك ازمه المواصلات ماشيه الان على انها هي ثوره، أزمة المواصلات. ولو شفتوا ناس في مواصلات عملوا مواكب، ولا شفتوهم قفلوا الشارع، ولا باتوا في الكوبري، ما تجي تقول عليهم كيزان. انت ما حاسس بمعاناتهم ما تقول كيزان، انت ما حاسس بمعاناتهم ما تقول كيزان، ما تقول قال 200 الحكومة دي مشت. في حاجة اسمها خطط عاجلة، في خطط إسعافية سريعة زي المواصلات، زي دم الشهداء قبل كل كلام، كويس، الخطط الخدميه زي المويه، زي الكهرباء، زي الشوارع. خلاص الازمات دي بتكون مشت اول حاجه. ده طبعا هو السلام، الناس ما اهتموا بقدر ده، السلام الحريه والتغيير ما اهتمت بقدر ده، كويس. فلذلك انا بقول ازمه المواصلات. نحن يا وجدي صالح مشكلتنا ما 350 عسكري، ولا مشكلتنا 1000 عسكري، ولا مشكلتنا البلد كلها عساكر يا هنديل، البلد كلها عساكر. خلاص نحن ما ازمتنا انكم تجيبوا لنا عساكر قال توزعون في المواقف، ده ممكن يقلل لك الزحمه، لكن ما بقلل لك اختفاء العربات. خلاص لو اي سواق قفل عربيته في بيته ورقد نام، خلاص ما عرف على الدعم الجاي عن الوقود ده، ما بتخجل حكومتكم بتعلم بتقول قال انه في رفع وقود جاي، خلاص رفع الدعم عنه، كويس؟ يعني المواطن ده يعاني من عمر البشير ويعاني منك انت، خلاص اقسم بالله العلي العظيم وكتاب الله الكريم، الاموال اللي قاعد تجمع المهنيين من برا واللي قتل الحرية والتغيير، أقسم بالله العظيم الأموال اللي عند الحزب الشيوعي وعند حزب الأمة وعند الاتحادي وعند غيره من الداخل الحرية والتغيير والخارج، أقسم بالله لو جو كبوها الآن كبوا نصها إلحق أزمة البلد دي، والله إلحق أزمة البلد دي، والله خلال 3 شهور يكونوا عملوا 100 نفق، يكون عملوا 100 شارع، 100 كوبري، كويس؟ لكن ما بيجوا، ما بقدموا عليك، ما بقدموا عليك، لأنه بيشوف إنه دي خسارة. ادفع فيك ليه أنت كمواطن؟ يدفع لنفسه عربية سمحة، معليش حاجاتك الخاصة انت حر فيها. لا يتكلم عن الأموال الحزبية ذاتها، ما تقول لي قال ما عندنا، كذابين كذابين، الأحزاب دي عندها القروش، قروش الجن، خلاص مستأثر بها بويتات محددة وغيره، كويس. الكلام ده داير حركة بسرعة عاجلة، كويس، داير حركة. لو انتوا يا الحزب الشيوعي وباقي الأحزاب، لأنه الحزب الشيوعي متصدر الفوضى في أي حاجة الآن، خلاص الحزب الشيوعي وغيركم، إذا انتوا عندكم غير على المواطن، تعالوا وقفوا عرباتكم سوقوا معاكم المواطنين. إذا أنتوا عندكم غيرة على الوطن خلوا الكذب والخطابات الرنانة في التلفزيون. إذا عندكم غيرة على المواطن وغيرة على الوطن، تعالوا من الدولارات اللي بتجيكم من منظمات مجتمعكم المدني زي مدني عباس وديل، تعالوا جيبوا القروش دي خدتوها الآن للمواطن الآن، تعالوا يد بيد، إيد لإيد تجدع بعيد، تعالوا خدتوها، أردموا الشوارع دي خلاص، وتعالوا أبنوا الكباري والأنفاق والمتروهات، اتحركوا بخطة إسعافية عاجلة للبلد دي. أنتوا حكومة انتقالية، المفترض تشتغلوا إعمار وإعمار وإعمار، المفترض الآن المزارع، المشاريع المعطلة دي كلها تكون بدأت تتحرك الآن. خلاص معليش ممكن في مشروع داير ليه 2 سنين لقدام، لكن المفترض تكون بدأت على أقل تقدير، مش أنتوا مسكتوا لكم 3 4 شهور، وهسه على الآن نحن داخلين شهر 1 وشهر 12 الموسم الزراعي فاشل، خلاص والسودان ضايع لسه، وأزمة المواصلات، المواطن ده صار من ضمن أسبابه أزمة المواصلات والرغيف وغيره، لا أزمة الرغيف اتحلت ولا أزمة المواصلات اتحلت، كويس؟ دي نقطة مهمة جدا، إن شاء الله نتلاقى في لايفات جاية، لايك وشير للفيديو و علينا الآن ننتبه لقضايا الوطن المهمة. الشباب المستقلين اتوحدوا في مظلة واحدة وشوفوا الوطن خلاص، واعلموا انكم انتوا القوة الضاربة والقوة المهمة. ان شاء الله نتلاقى في لايفات جاية، وسلامة للفاشر ولكل السودان.